بعد سنين طويلة من الجدل وأسئلة كتير ملهاش إجابات حول تقليد ياسمين صبري لجورجينا، أخيرا لقينا إجابة للسؤال اللي بقالنا سنين محتارين فيه، يا ترى مين فيهم بتقلد التاني؟ جورجينا هي اللي متابعة ياسمين وبتقلدها في كل حاجة، ولا ياسمين هي اللي متابعة جورجينا وبتقلدها ومش بترتاح غير لما تعمل كل حاجة بتعملها جورجينا؟ تعال أقول لكم إيه الحكاية. أثارت ياسمين صبري الجدل حول تقليدها لجورجينا، دايما بتروح الأماكن اللي بتتصور فيها بتتصور نفس الصور، حتى بتلبس نفس الملابس بنفس البراندات، حتى نفس المجوهرات والاكسسوارات والساعات. معقولة كل دي صدف؟ ياسمين صبري عايشة في ملكوت لوحدها، عايشة ما بين الجيم وجلسات اليوجا والقطط بتاعتها، ويوم ما بتخرج بره القصر بتاعها بتلاقيها بتسافر لجزر بعيدة. ياسمين اعترفت ان هي بتحب تسافر جزر بعيدة وتعمل فيها جلسات روحانية بعيدة عن زحمة المدن، علشان كده بتلاقي كل صورها في اماكن رايقة على البحر في وسط الورود وفي وسط الفراشات والطيور. وبنلاحظ ان كل ده بتعمله جورجينا برضو، صور في اماكن بعيدة على الجزر في وسط البحر وفي وسط الورود. يا ترى كل ده صدف؟ كلنا عارفين ان هابو هاشيما يعتبر صديق شخصي لرونالدو، علشان كده الناس كلها ربطت بين اللي بتعمله ياسمين وبين تقليدها لجورجينا. واضح جدا من الصور ان هي بتقلدها، مش محتاجين نقول. ياسمين ما كانتش بتعلق على الموضوع ده خالص، ولكن ظهرت في لقاء تلفزيوني لما اتسألت في الموضوع ده كان ردها صادم. قالت انها مش بتركز الناس بتقول عليها ايه وبتقارنها بمين، وقالت هما في الاول كانوا بيقولوا عليها بتقلد كيم كارداشيان وبرضه ما ردتش. مش عارفه ازاي حصل الموضوع ده وايه اللي بيجمع ما بينهم، ولكن اتضح ان في صور فعلا كانت ياسمين بتقلد فيها كيم كارداشيان، ولكن ياسمين قالت عمرها ما ردت ولا ركزت لما قالوا انها بتقلد كيم كارداشيان، ولا دلوقتي لما قالوا انها بتقلد جورجينا. وقالت وهي متنرفزه، والله المشكله مش عندي، انا عايشه حياتي زي ما بحب، مش بقلد حد، ولكن المشكله عندنا احنا كمجتمع عربي بنشوف الاجانب قيمتهم اعلى من العربيه او المصريه، واحنا مش بنشوف نفسنا. صح كلام ياسمين. صح، ياسمين عملت فيلم ناجح مع امير قراره، هو فيلم البعبع، لفت معاه ومع فريق العمل على الدول العربية علشان تحضر العرض مع الجمهور، وبتحضر لفيلم تاني وهو أبو نسب مع محمد عادل إمام، ومش بتشغل نفسها دلوقتي مين بيقول عليها إيه، هي مش فاضية أساسا. ياسمين صبري صرحت إن هي مش شايفة نفسها لا قدوة ولا مثل ولا حاجة، ولكن بتشرف بلدها مصر بشكل مشرف في الحاجات العالمية اللي بتشارك فيها زي الحملات الدعائية للبراندات الشهيرة، وده لأن ياسمين صبري موديل إعلانات وواجهة إعلامية لبراندات مشهورة، إلى جانب إن هي ممثلة مصرية مشهورة وكمان لها نشاطات مختلفة في عالم الموضة، ودايما بتحضر عروض أزياء لبراندات عالمية مشهورة جدا. طبعا كلام ياسمين مش هينسي الناس المقارنات اللي دايما بيحطوها بينها وبين جورجينا، حتى لو الموضوع مش حقيقي على طول بيجيبوا صورهم جنب بعض في السوشيال ميديا وبيقعدوا يقارنوا تسريحة الشعر والمكياج وبراند اللبس والاكسسوارات والمجوهرات حتى الشنط. احنا هنصدق إنها ما تقصدش وإن كل ده مجرد صدف، وانتوا قولوا لنا رايكم، يا ترى فعلا ياسمين صبري بتقلد جورجينا ولا كل ده مجرد صدف؟ ومين فيهم احلى، ياسمين صبري ولا جورجينا؟